صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. نهاركم جميل وسعيد، وأيام كلها متعة وسعادة. النهاردة عندنا أخبار جميلة يا أبو جديدة، وأخبار شيقة جدا جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بالإفراج على بعض الأقباط والمسلمين. إسحاق إبراهيم عن العفو عن بطرك زكي ومحمد الباقر، خبر مفرح جدا. كتب لنا وأعلن إسحاق إبراهيم الباحث ومسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية عن إطلاق سراح محمد باقر وبترك. وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي عن فيسبوك، خبر مفرح جدا العفو عن بترك ومحمد باقر. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، من بينهم بترك زكي ومحمد الباقر، وذلك في استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوة السياسية. أما بالنسبة للخبر عن براءة أو الحكم بالإفراج عن جرجس بارومي والعفو الرئاسي، في البداية أحب حضرتك تعرف إن كاتب الصدور دخل فرشوت بعد ساعات قليلة من بدء الاعتداء على الأقباط سنة 2009 بسبب موضوع جرجس بارومي. وكمان حضرت بنفسي ال 11 جلسه بتوع القضيتين جرجس بارومي شهداء نجا حمادي، كل القضيه 11 جلسه، وكان بيتم نظر القضيتين مع بعض. القصه ان تم اتهام الشاب جرجس بارومي باغتصاب فتاه، وعليها تتابعت الاحداث من حريق والتعدي على بيوت الاقباط المسيحيين في ديسمبر 2009 حتى حادثه مطرانيه نجا حمادي في 7 يناير 2010. والقصة أخدت أبعاد كتير أحب حضرتك تعرفها عشان تفهم ليه جرجس في الوضع دوت وليه الدنيا بقت سيئة. أولا، بعد بعد سياسي قضية جرجس بارومي وتبعاتها، حضر فيها منظمات حقوقية وطبعا قبطية وأحزاب وحركات ثورية و6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وشاركوا الأهالي وتضامنوا معهم، وحصلت مظاهرات من الشباب القبطي ضد الحزب الوطني وقيادته بسبب دعم أحمد عز لعبد الرحيم الغول. دول أخرى وسوف نتحدث عنها أيضا. ده أول بعد ما خلى القضية ذاتها بعد سياسي وتتحسب فيه زوايا منها سياسية. ثانيا، بعد أمني بعد الحكم على جرجس، رجعت القرية فرشوت أكثر هدوءا طائفيا على الأقل، وده بيجعل الجهات الأمنية لسه لديها أي رغبة في استنفار الأهالي. وهنا القصة ليها علاقات خارج حزبه، هو جرجس بارومي مصدوم ولا لأ؟ القصة بتمتد لأمن جرجس الشخصي كمان، وممكن أي مختل يأذيه. ثالثا، بعد قانوني، الأساتذة المحامين اهتموا بتحقيق نصر قانوني في قضية شهداء نجا حمادي، لكن أغفلوا قضية جرجس بارومي، أو حصل توازن ما بين الكواليس إن عدم إعدام الكموني أو الحكم إعدام يصدر في قضية قتل أقباط مقابل سجن جرجس وإهمال الإجراءات، ولا أبرئ أي أستاذ محامي حضر بقضيتين من ذنب جرجس. والبعد القانوني الثاني، ان العفو الرئاسي من شروطه ان لا يشمل الحكم عليه في قضايا الاغتصاب. وجرجس وانا وحضراتكم عارفين انه مظلوم، لكن واقع قانوني لا يشمله اي قرار وعفو. جرجس للاسف بقى ده لتلميع نواب ومحامين وصحفيين، وباستمرار شخص يخرج يعش من الناس ان جرجس خارج في العفو، اسم صاحب الحمله يتلمع ويفضل جرجس في زنزانته في ظلام. جرجس مصدوم، ده كلام لا شك فيه، وانا قمت بتصوير الصور الشهيره لجرجس في القفص، وانا الوحيد اللي كلمته مباشره ودموعه ماليه وشه. انا مصدوم، ما عملتش حاجه، قول لهم يكشفوا عليا. دي جملته ونقلتها للساده المحامين بالنص. جرجس بارومي سيشرب كاس الظلم لاخر قطره وسيخرج في 2025. ولو حابين تفكروا، ارجوكم فكروا كيف يمكن ان تطبطب عليه ونعوض له ولو جزء بسيط من الظلم اللي شافه. أحبائي وأعزائي، أيضا معانا خبر آخر، وهو خبر فوق، نقول إيه، ماهر فرغلي يفضح من يمول قنوات الإخوان الإرهابية دول وعبد الرحمن أبو دية. الجماعة رفضت الإنفاق على علاج محمد شومان بعد ما خلوه يبيع بلده. كشف ماهر فرغلي خبير شؤون الجماعات الإرهابية المصدر الرئيسي وراء تمويل هذه الجماعات، وقال فرغلي خلال حلول ضيفا على برنامج التاسعة المذاعة عبر القناة الأولى المصرية، ويقدم الإعلامي يوسف الحسيني، هناك أجهزة استخبارات تستهدف مصر وتمارس الضغط عليها وتشويه سمعتها، موضحا بخصوص إعلام جماعة الإخوان 5 أو 6 قنوات شغالين على طول اليوم وإنتاج متواصل، شركات أخرى صغيرة بتعمل خدمة هذه القنوات. هذه الأموال الضخمة ليست لشخص، بل هناك دول تضخ هذه الأموال، موضحا الجماعة لا تستطيع الإنفاق على هذه القنوات.
كم أوضح كانت فيها الأوراق كانت نازلة وهم اللي فضحوا بعض في مرة على أحد المواقع اللي هم كانوا أطلقوا عليها سرداب عبد الرحمن أبو دية وسرداب المجموعة التانية الموجودة في لندن. والسرداب ده خطوا فيه شوية أوراق وحطوه عن إحدى القنوات بيقول إن هم بيتم تمويلهم من عبد الرحمن أبو دية. وواصل وقال مين الراجل يا جماعة، شخصية محدش شاف صورتها حتى هذه اللحظة، عشان نعمل سيرش عليه مش هتلاقي صورة ليه خالص ليه نهائيا. وزوجته من المغرب، موضحا أبو دية عاش في جنوب أفريقيا وأسس قناة الحوار وبعد كده قناة مكملين. وتابع أبو عامر وابنه لما كان يدخل على أي قناة كان الإعلاميين الإخوان يقفوا انتباه، الكلام ده هم اللي قالوه في فيديوهات موجودة على اليوتيوب. كان نحن نتحدث عن شخصية غامضة لم يراها أحد وهو أحد من الشخصيات، والسؤال من هو هؤلاء؟ من يقف خلفهم؟ من واضح كما أوضح عبد الرحمن أبو دية أصله فلسطيني وحصل على الجنسية البريطانية. من يمد بتلك الملايين وما هذا الرعب الذي يسببه؟ مشيرا نحن أمام دول وأجهزة تقوم بتمويل هؤلاء الناس وكلهم عارفين ده. بالمناسبة كل عامل عارف إن هو ممول من أجهزة وعارف إن هو بياخد تمويل وإن فلوسه دي حرام. فضحوا بعض الأيام اللي فاتت في واحد اسمه حسام الغمري لما سابهم بعد ما اختلف معاهم وراح جنوب أفريقيا يعمل فيديوهات. هذه الفيديوهات بتتضمن تجربته في الفترة اللي قعد فيها في اسطنبول مع الإخوان، وكان من ضمن الحاجات اللي قالها على الفنان السابق محمد شوبان اتكلم عنه إنه لما أصيب بمرض شديد وكان لوحده عايش في شقته بتاعته مش لاقي حد يعالجه، الطبيب التركي قال لهم انتوا مجرمين سايبين الراجل ده ازاي كده. فهو راح للاخوان قال لهم ده عاوز مبالغ، وقالوا له ده مش اخوان مش هنقدر نعالجه، ده مش مننا، مع ان المبلغ تافه بالنسبة للاموال اللي بتيجي للاخوان. عملوا كده معايا بعد ما خلوه باع بلده. لا حول ولا قوة الا بالله. خالد منتصر، الأهرامات مختطفة لصالح بلطجية يفرضون عتاوات على السائحين، هناك من يطارد ويتحرش ومن يتوطأ ويطنش. قال المفكر والطبيب خالد منتصر، بقدر ما كنت فخورا أمس بأنني أمام الهرم وأشاهد كم الجهد للتطوير والذي يقترب من المعجزة والذي تقوم به شركة أراسكوم وفريق العمل وكتيبة تنفيذ الأحلام بقيادة المهندس عمرو، بقدر ما كنت محبطا مما يحيط به من فوضى وعشوائية. أعظم وأقدم وأجمل أثر تاريخي شاهدته أمس مختطفا لصالح بعض البلطجية الذين يفرضون إتاوات على السائحين، حكايات مخجلة لها العجب. هناك من يرفض نزول السائح من على الجمل إلا إذا دفع 200 دولار زيادة، هناك من يطارد ويتحرش، هناك من يتوطأ ويطنش. خيرات الهرم رايحة لهؤلاء البلطجية، اقتصاد طفيلي موازي ينهش كالسرطان جسد وأرواح وروح الهرم. وبالرغم من ذلك شاهدت عشق السياح الخرافي للهرم حتى في تلك الحرارة المرعبة التي كانت بالأمس. لا أريد أن أكتب تفاصيل أكثر حتى لا تستغل ممن يكرهون مصر ويعتبرون قدماء المصريين وآثارهم مجرد أصنام. أكتب من منطلق العشق لبلدي والخوف على سمعتها وإنقاذ لأهم دخل عملة صعبة يأتي إليها من خلال السياحة. وأول بند فيها السياحة بدون نقاش، إن مصر إلى مصر هو الهرم. شاهدت أمس الفكر الجديد الذي يحكم عملية تطوير هضبة الأهرامات، بداية من سنتر استقبال الزائرين بفخامته وشكله الحضاري، دورات مياه 7 نجوم، أبواب تفتيش وحجز تذكاري على أعلى مستوى، شاشات عرض لتاريخ هذه المنطقة، قاعة سينما، 7 محطات يأخذك فيها الأتوبيس الفخم، كل محطة منهم فيها محلات ومطاعم وأماكن ترفيه متنوعة ودورات مياه في منتهى الفخامة. لكم أن تعلموا أن بعض السائحين كان يقطع مسافة رهيبة لدخول حمام المينا هاوس. أما مطاعم ركن خوفو التي شاهدتها بالأمس فهو شيء فوق الخيال، يضارع أفخم مطاعم باريس، خطة طموحة للتطوير والتنظيم، ولكن لكن تلك التي تختال أحلامنا دائما. مافيا البائعين الجولين للتحف والمياه وأصحاب الخيول والجمال التي تعامل بمنتهى اللا إنسانية والتي تجعل السائح يبكي على منظرها البائس ويكتب الانتقادات اللاذعة على صفحاته في السوشيال ميديا. منظر الرؤوس المتراكم بشكل مقدس والذي تصرف على جمعه شركة التطوير بميزانيات خرافية وبدون جدوى، هذه المافيا تفرض سطوتها على المكان وترفض تماما الانتقال الى منطقه مخصصه لهم اسمها منطقه التريض.
المنطقة المسممة بشكل حضاري حتى لا تشوه المشهد الجمالي للمكان. هناك أشياء ومشاكل لا أستطيع كتابتها في هذا البوست القصير، ولا يمكن حلها إلا بتدخل حاسم وصارم من الدولة وعلى أعلى مستوى. لذلك رجاء أن يقابل الرئيس المهندس عمرو المشرف على مشروع التطوير ويستمع إلى شكواه من بعض العراقيل التي تهدد بعدم استكمال مشروع التطوير كما نحلم به جميعا. أتمنى أن يتزامن افتتاح التطوير بهذا الشكل الحضاري العظيم مع افتتاح المتحف المصري الكبير. الهرم ليس مجرد ميراث ملك الأجداد، ولكنه حلم وتاريخ وهوية ملك الأبناء. وهناك بعض الأقاويل بأن هناك الأخت سالي نسيم تم القبض عليها نتيجة الحكم عليها بإصدراء الأديان، وهذا ما نشاهده في الفيديو القادم. أشكركم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. أمين. شكرا لاستماعكم لهذا الفيديو.